أحسن الله إليكم. نعود إلى أسئلة الإخوة والأخوات، فهذا السائل يقول: ما الكيفية لقراءة القرآن في الماء ثم نقوم بشربه أو لغسل الجسم، وهل يستخدم هذا الماء بشكل دائم يوميا من غير وجود مرض؟ نعم، ينفث، تقرأ سورة الفاتحة وتقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين وما تيسر من الآيات التي فيها الدعاء بالشفاء، وينفث في أثناء القراءة، ينفث في الماء ثم يشربه المريض ويغتسل به، لا بأس بذلك. وأما غير المريض من أهل الصحة الذين ليس فيهم مرض فلا يشرع لهم ذلك، إنما هذا عند الحاجة، هذا رقية عند الحاجة. نعم.